بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. نزلنا في درس الظواهر الميكانيكية المجال. اليوم راح نشوفوا الوحدة ثانية اللي هي ثقل، لو بوا، يعني فعل الأرض على جملة ميكانيكية. كما نعرفوا لهنا عندنا في الصورة ثقل تفاحة، ثقل تفاحة. لاحظ ثقل كيفاش راهو، شعاع الثقل نحو مركز الأرض. حسب العالم إسحاق نيوتن قال لك كل الأجسام تتجاذب وتسمى، يعني كل الأجسام تتجاذب فيما بينها، تسمى هذا الظاهرة الجذب العام. تسمى هذا الظاهرة بماذا؟ بالجذب العام. احنا نعرفه إلا نسمع بجاذبية الأرض. أما نيوتن قال لك كل الأجسام تتجاذب بيناتها. علاش جاذبية الأرض نشوفوها؟ لأن الأرض كبيرة بزاف على الأجسام اللي راهي تجذب فيها. هذا الجذب له علاقة بكتل الأجسام المتجاذبة والمسافة بينها. يعني مثلا كتل الأجسام، كاين جسم الكتلة تاعو صغيرة، لاماس الكتلة صغيرة، وجسم الكتلة تاعو كبيرة. كيما نتايا الكتلة تاعك بالنسبة للأرض صغيرة بزاف، الأرض كتلتها كبيرة على الكتلة تاعك. مثلا المسافة بيناتهم، مثلا الجاذبية، انت تكون راكب فوق باطيمة في 14 ميطاج ولا ساتيام، ماشي كيف كيف ما تكون في البرومي ايطاج. يعني هنا عطيتك صورة توضيحية على الاخر، نتعمق ان شاء الله في الدرس وتفهم، راح تفهم. شوفوا الان هذا زوج تلاميذ، تلميذ تلميذة، عندهم مشكل. واش قال لها التلميذ؟ قال لها سو ماتان لو بروفيسور دو فيزيك نو ما با كونفينكي، بور موا لو بوا اي لا ماس سي لا ميم شوز، جو نو فوا با لا ديفيرونس. واش قال لها؟ قال لها في هذا الصباح الاستاذ ما قنعنيش، استاذ الفيزياء ما قنعنيش. بالنسبه ليا الثقل والكتله نفس الشيء، ما نيش نشوف راهي لا ديفيرونس بيناتها. اش قاتلو هي؟ قاتلو تي ا بورتون بيان في كون نو ميزور با لو بوا افيك اون بالونس مي افيك ان ديناموميتر. قاتلو بصح شد بلي ما نقدروش نوزنو الثقل ميزان، بصح نوزنوه بالرابعه. بعد قاتلو موا جو بونس كو لو بوا اي ديريكتومون ليي ا لا ماس، سي بوتيتر بور سا كون لي كونفون. قاتلو بصح انا نشوف بلي الثقل عنده علاقة بالكتلة، على ذيك اللي ما نفرقوش بيناتهم. احنا لازم لنا، ربما انت وقعت في المشكل اللي وقعوا فيه هذا الزوج تلاميذ، ربما راك تتساءل ما الفرق بين الثقل وبين الكتلة. رايحين ان شاء الله من خلال الدرس هذا نفرقوا بيناتهم بإذن الله. لاحظوا في الشكل اللي أمامي، جبنا جسم، أي هنا عندي منبه ولا ريفاي، جب نسميه جسم، أس نرمزلو بالأس. لاحظ باللي راهو معلق بخيط في حامل، أي معلق وبعيد على الأرض. لاتير تي نرمزو لها تي، لاتير صح. لاحظ باللي وضعية الخيط تكون معلقة فيها حاجة تكون شاقولية، يعني ما نقدروش نشوفوا الجسم هكا معلق والخيط داير هكذا 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 مثلا والجسم راهو معلق. اذا علاش الخيط يتكسل؟ لاحظ يولي شاقولي، ها، ويكون ثاني في حالة سكون. الخيط يولي في حالة سكون وثاني شاقولي، ها، وضعية تاعو تكون شاقولية. علاش؟ ها الان واش نجي ندير؟ نجي نقطع الخيط، نجي نحكم الخيط نقطعو. كي نقطع الخيط، يعني جيت حكمت مقص قطعت الخيط، هنا قطعته، واش يصرى للجسم؟ تلاحظ باللي الجسم راح يسقط شاقوليا على الارض، يعني راح يهبط يسقط شاقوليا على الارض. بماذا نفسر هذا؟ نفسر باللي استقرار الخيط
والجسم شاقوليا، كذلك سقوط الجسم شاقوليا نحو الأرض، يعني الجسم والخيط كي كان معلقين قبل ما نقطعه كان مستقر وكان شاقولي، وكي قطعنا الخيط أسقط الجسم شاقوليا نحو الأرض. يعني بماذا نفسر هذا؟ نفسره باللي الفعل الميكانيكي للأرض على الجملة الميكانيكية اللي هي الجسم والخيط يسمى بماذا؟ أي يسمى ماذا هذا الفعل الميكانيكي؟ يسمى بالثقل. يسمى بالثقل. هذا الفعل الميكانيكي نسميه بالثقل، حيث أو بالفرنسي لو بوا، على ذيك اللي يرمز له بي، بي وفوقها شعاع لو بوا. إذن أو مثلا نقدر نسميه كما لهنا نسميه اف تي لاتير، تأثر في السوليد في الجسم، ها فهم؟ لكن هنا نسميه نرمز له هكذا الثقل. هو هذا هو ثاني قوة، هو ثاني قوة، ولا الوحدة تاعو نيوتن كما القوة، هو ثاني قوة الوحدة تاعو نيوتن. إذا نرمز له هكذا يعني القوة تاع جذب الأرض، تأثير الأرض على الجسم سموها بي، نرمزو لها بي، أوليو نرمزو لها هكذا نرمزو لها هكذا. إذن وش هي قوة الثقل؟ قوة الثقل هي ماذا؟ هي القوة المرتبطة بقوة الجذب التي تؤثر بها الأرض. قلنا قوة الثقل هي القوة المرتبطة بقوة الجذب التي تؤثر بها الأرض على ماذا؟ على الأجسام الأخرى المجاورة لها، سواء كانت قريبة أو بعيدة. كذلك بإمكان هذه قوة الثقل أن تحرك جسم. كماذا حركاته؟ تغيير حركة الجسم، تحركه، تغير الحركة تاعه، تشويه شكل جسم. كذلك تقدر تشوه شكل جسم. الآن نروح إلى الصفحة 22 من الكتاب المدرسي، حاول نحل هذا النشاط. قال لك خذ كرة التنس وقذفها شاقوليا نحو الأعلى، يعني رميها للفوق، قذفها للفوق شاقوليا. قدم صيغة إحصائية للأفعال المتبادلة بين الكرة والجمل الميكانيكية التي تحددها بنفسك في الحالتين التاليتين: لحظة مغادرة الكرة لليد، بعد مغادرة الكرة لليد. صح، قلنا باللي نقذف كرة التنس شاقوليا نحو الأعلى، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الكرة ارتفعت نحو الأعلى، طلعت كي ترمي الكرة للفوق ارتفعت نحو الأعلى، بعد عودت هبطت، عودت نزلت نحو الأرض. صح. الأفعال هي عندنا فعل اليد على الكرة هو الذي جعلها ترتفع، كرميتها بيدي أثرت عليها، مش حطها كشد يدي هكا طلعت وحدها، رميتها، إذا فعل اليد هو اللي خلاها تطلع ترتفع. وشكون اللي خلاها تنزل؟ هو فعل الأرض، أي فعل الأرض على الكرة هو الذي جعلها تنزل. صح. ومن بعد واش قلنا؟ خذ كرة التنس السابقة ثم حررها من ارتفاع ما، يعني شدها في ارتفاع ما. حدد الأفعال المؤثرة على الكرة بعد تحررها من اليد. صح. كي نمسك كرة التنس باليد وبعد نطلقها هكا، نكون فوق هكا نطلع يدي نطلقها، لاحظ باللي تسقط، كي نحررها من يدي نطلقها من يدي تسقط. إذن نتيجة هنا واش هي؟ أن الأجسام تسقط. لماذا؟ لأن الأرض تجذبها نحو الأسفل. الأجسام هذه هاي الكرة كي يطلقها، هذه يطلقها من يد، وين تروح؟ تهبط نحو الأرض، تهبطها نحو الأرض. لماذا تسقط؟ لأن الأرض تجذبها نحو الأسفل. ونسمي تأثير الأرض على الجمل الميكانيكية بماذا؟ قلنا بالثقل. بالثقل نسميه الثقل، ونرمز له كما شفنا من قبل باللي نرمز له ب بي. ها إذن والثقل هو مقدار قوة جذب الأرض للجسم، هو مقدار قوة جذب الأرض لماذا؟ للجسم.
من قبل كانوا يطرحوا واحد السؤال دائما، قال لك لماذا يسقط الجسم عندما نتركه؟ كان علماء يطرحوا هذه الأسئلة، لماذا كيف نترك جسم يسقط؟ وبعد جابوا عدة إجابات على هذا السؤال، يعني كل واحد وش يقول، حتى جاء العالم إسحاق نيوتن جاب الجواب المقنع، يعني جاب جواب يقنع. قال لك واش قال لك هذا العالم إسحاق نيوتن؟ قلنا جاء هذا العالم إسحاق نيوتن اللي هو أمامك، اللي مشهور بالتفاحة، كان قاعد تحت شجرة تاع تفاح، ومن بعد لاحظ باللي سقطت التفاحة، بداو التفاحات يسقطوا، شكون اللي خلى هذه التفاحة تسقط من الشجرة نحو الأرض إلى الأسفل شاقوليا؟ إذن لهنا واش قال؟ قال لك عطانا كما قلت لك جواب يقنع، قال لك تؤثر الأرض على كل جسم بفعل ميكانيكي يسمى الجاذبية. يسمى ماذا؟ الجاذبية. يعني هنا أثرت الأرض على التفاحة بفعل ميكانيكي يسمى بماذا؟ بالجاذبية. هذه الجاذبية نحو تكون نحو مركز الأرض هي التي تجعل الأجسام تسقط. هذه الجاذبية اللي تكون نحو مركز الأرض هي اللي تخلي هذه الأجسام تسقط. كما خلينا الكرة هنا تسقط، طلعنا يدنا وخليناها تسقط، هذا واش يعني؟ قلنا هذا يعني أنها تخضع إلى فعل آخر. هو شكون؟ هو فعل جذب الأرض للكرة، أو ثقل الكرة، أو ثقل ماذا؟ الكرة. نواصل النشاط التعريف في الصفحة 22 دائم كتاب مدرسي. لاحظوا في الشكل هنا عندنا حجر معلق بخيط، عندنا حجر معلق بخيط كما كنا شفنا في الأول، المنبه معلق بالخيط، يعني المهم جسم معلق بالخيط. قال لك علق حجرا في نهاية خيط مثبت على حامل، ما الشكل الذي يأخذه الخيط عندما تكون الجملة الميكانيكية خيط حجر في حالة سكون علل؟ ثم قال لك أرسم مخططا توضح فيه الأفعال المتبادلة بين الخيط والحجر عندما تكون الجملة الميكانيكية الحجر والخيط ساكنة بالنسبة للأرض. من بعد قال لك من نحاول نجاوبوا على الأول وبعد ننتقلوا للفقرة هذه. صح، وش نلاحظ الآن؟ نلاحظ باللي الخيط يرسم خط شاقولي، يرسم خط شاقولي حتى في مستوى مائل، أو مهما غيرنا المكان يكون الخيط يرسم ماذا؟ مستوى يرسم خط شاقولي. بعد وش قالونا؟ قالنا من على بعد مسافة من نقطة التعليق أحرق الخيط، صف ما يحدث للحجر، علل ذلك ماذا تستنتج من تجربة سابقة؟ شيء سرى نحرق الخيط يسقط الحجر يسقط نحو الأسفل، فحرق الخيط الحجر يسقط نحو الأسفل، نقوله مثلا هاي الأرض الحجر يسقط نحو الأسفل، هذا مش يعني. ومن بعد واش قال لك؟ ماذا تستنتج من تجربة سابقة؟ ماذا نستنتج؟ نستنتج أن منحنى الثقل، منحنى الثقل هو ماذا؟ هو خط شاقولي وجهته تكون نحو الأسفل، أي نحو مركز الأرض. إذن ما هو المنحنى؟ المنحنى هو الخط الواصل بين مركز الجملة الميكانيكية ومركز الأرض، وجهة الأرض تكون كيفاش؟ تكون دوما متجهة نحو الأسفل، أي نحو الأرض. إذن لاحظ هنا قال لك نسمي التأثير الميكانيكي للأرض على الجملة الميكانيكية بالثقل، يعني وش قلنا من قبل والرمز اللي درناه من قبل؟ قال لك حاول أن تمثل القوى المؤثرة الحجر في المثال السابق، هذا اجتهد وبثلها أنت هي عندك. يعني كما قلت، ماذا نفسر هذا الشيء اللي لاحظنا؟ قول باللي يعود استقرار الخيط وسقوط الحجر بوضعية شاقولية للفعل، يعود إلى ماذا؟ يعود للفعل الميكانيكي للأرض على الجملة الميكانيكية التي هي الحجر، أو نقول الخيط والحجر. إذن ما هي خصائص
الفعل الميكانيكي. خصائص تاع عفوا، ما هي الخصائص تاع هذا الفعل الميكانيكي اللي ذكرناه؟ لان هو فعل ميكانيكي عن ماذا؟ عن بعد. فعل ميكانيكي عن بعد، مطبق على كل الجسم، اي انه ليس موضعيا. يعني لاحظ ان الحجر ما كانش توشي في الارض، بصح الارض تاثر فيها عن بعد. نعطي خلاصة لهذا، نقول نسمي التأثير الميكانيكي للأرض على جملة ميكانيكية بماذا؟ بالثقل. ثقل جملة ميكانيكية هو مقدار قوة جذب مركز الأرض لهذه الجملة، ونرمز له بماذا؟ ببي. الآن نشوف مميزات الثقل. ما هي مميزات الثقل؟ عندنا الحامل، عندنا أولا الحامل، الحامل يكون بين مركز الجملة الميكانيكية ومركز الأرض. عندنا الاتجاه، اتجاه يكون شاقولي نحو مركز الأرض. عندنا كذلك نقطة التأثير، يعني اللي هي مركز ثقل الجسم، مركز ثقل الجسم لو سونتر دو جرافيتي. وعندنا اخيرا الشده، عندنا اخيرا الشده او القيمه تاعو. بماذا تتعلق الشده؟ تتعلق بكتله الجسم والمسافه. قلنا تتعلق الشده بكتله الجسم والمسافه، اي معنى اخر تتناسب مع كتله الجسم. يعني مكان وجود الجسم مع او باحرى ارتفاعه عن سطح الارض، وراه موجود اسكو على 6 مترات، على 100 متر فوق سطح الارض مثلا، واحد فوق شجره وساتيليتي دور، مش كيف الارتفاع عن سطح الارض. اذا الثقل، نقدر نقول ان الثقل مقدار يتغير بتغير المكان على سطح الارض، اي حسب الارتفاع، حسب ارتفاع. يعني انت تكون مثلا، دوك نعطيك مثال، وثاني نعرفوا باللي شعاع ثقل متجه نحو مركز الارض، كما راك تشوف في الشكل اللي هنا، هاولك مركز الارض، ولاحظ وين راهم واقفين كل واحد، وين راه واقف. مثلا واحد واقف في القطب المتجمد الشمالي البول نور، واحد في البول سود. ما يعنيش انه هذا وقف هنا البي تاعو تكون متجهه لهنا، لا لا، راهي متجهه نحو مركز الارض. هذا واقف مثلا في استراليا، وهذا واقف في الماريكان منا، لاحظ نحو مركز الارض، دائما متجهه نحو مركز الارض. ومنين ينطلق؟ ينطلق من مركز ثقل الجسم، سونتر دو جرافيتي، اللي هو جي، سونتر دو جرافيتي، ينطلق نحو مركز ثقل الجسم. والشعاع كما تعرفون مثلوه هكذا، حسب القيمة تاعو، حسب القيمة تاعو كيفاش تكون. هاي الشعاع ثاني مثلا، هذا فيه 2 سنتيمتر، حسب القيمة تاعو أو طويلة الشعاع. إذن وقلنا باللي الكتلة، قلنا الشعاع يكون متجه نحو مركز الأرض دائما، والكتلة تبقى ثابتة أينما كان الجسم. نعطيك مثال، عندنا مثلا، عندنا مثلا سيدي تلميذ تاع سنة رابعة متوسط، يقرأ في سنة رابعة متوسط، واقف على سطح الأرض، يوزن 45 كيلوغرام. مثلا اذا هذا التلميذ صعد العمارة، مثلا باطيمو طابق 14، هاي امامك عمارة، نقول الولد هذا جاء صعد هنا، طلع لهنا فوق السطح لهنا، طلع هنا. اذا يعني وش يعني هذا؟ يعني ان الولد التلميذ ابتعد عن سطح الارض، بعد على سطح الارض، ماشي كيما كان مثلا كان واقف هنا، هذا هو، ها هو راه كان واقف هنايا، طلع ولا وقف لهنا، هنا كان فوق سطح الارض، كي طلع لهنا الفوق ابتعد عن سطح الارض. بصح
اسكو الكتلة تاعو اللي هي 45 كيلوغرام تبدلت ولا بقات هي هي؟ اه لا، 45 كيلوغرام ماشي يعني كيطلع الفوق يولي سمينه، يولي وزن 90 كيلوغرام ولا ينقص يولي وزن 20، لا لا، التحت كان يوزن 45 كيلومتر، طلع الفوق ولا يوزن 45 كيلومتر. يعني الكتلة تاعو لاماس ام لاماس تساوي 45 كيلوغرام دون توليكا، اي يحتفظ بنفس الكتلة حتى وان شاء الله يكون طلع فوق القمر. يعني لو كان القمر هكذا راهو هنا القمر يضوي وجا الولد وطلع هنا يبقى 45 كيلوغرام. اذا ما الذي تغير عند التلميذ؟ لا ماس الكتلة ما تغيرتش. ما الذي تغير عند التلميذ؟ الذي تغير عند التلميذ هو الثقل. هو ماذا؟ الثقل هو اللي تغير عند التلميذ. اذا الثقل تاع الجسم تاعو من مكان الى اخر، يعني الثقل تاعو لهنا بي، والثقل تاعو مثلا يطلع هنا هنا، والثقل تاعو هنا يتغير، اما الكتلة تبقى هي هي، الثقل هو اللي يتغير. قلنا الثقل تاعو هو اللي يتغير، وهذا بماذا يتعلق؟ يتعلق بالبعد بينه وبين سطح الارض، يتعلق بالبعد بينه وبين سطح الارض. كل ما بعد عن سطح الارض كل ما زاد ثقل زاد. اه صح. اذا ما هو الفرق بين او الفرق بين الكتلة والوزن؟ الفرق بين الكتلة والوزن، ها؟ اذا واش نقولوا؟ نقولوا ان الكتلة هي كمية المادة الموجودة في الجسم، في جسم ما، سواء كان صلبا سائلا او غازيا. ومن بعد تقاس الكتلة بالميزان، والوحدة الاساسية لقياسها هي الكيلوغرام. يعني الكتلة، الكتلة هي كمية المادة هذه اللي موجودة، سواء كان مثلا قرعة جازوز ليموناد ولا صندوق تاع تفاح ولا حاجة مثلا غازية مثلا قرعة تاع غاز، فهذيك الكتلة الموجودة داخل الكتلة تاعها هي كمية المادة الموجودة في هذا الجسم. وهذه كمية المادة نقيسها بماذا؟ بالميزان، يعني هذاك الوزن تاعها، باش تفرق بين الكتلة والوزن. ها والوحدة الأساسية قلنا لقياسها هي ماذا؟ هي الكيلو غرام. هيا من عاين ندربوا في هذا الشكل، عاوني. أعطيت مثلا فرض للتلاميذ في القسم، وقلت لهم أعطيت لهم في أي أماكن مختلفة الجسم، وقلت لهم رسموا لي شعاع ثقل. يعني أنت في رأيك لهنا وراه الشكل الصحيح عندي 6 اشكال وراه الشكل الخاطئ. حاول وقف الفيديو، حاول تشوف وراه الشكل الخاطئ وراه الشكل الصحيح. اولا لاحظ شعاع مش متجه نحو مركز الارض، هذا خاطئ. هذا ماهوش متجه نحو مركز الارض كيف كيف، هذا كيف كيف خاطئ. هذا متجه نحو مركز الأرض، إذن هذا صحيح، يعني هذا الشكل. لا لا، هذا الشكل كيف كيف خطأ. لا لا أو خطأ، يعني عندي 2 أشكال صحيحة اللي هي لاحظ الشعاع متجه نحو مركز الأرض. لاحظ معايا هذه الكرة الأرضية، كامل نقوله كرة، الكرة الأرضية، لكن في الحقيقة الكرة الأرضية ليست كروية تماما، حيث الشكل تاعها هو شكل إهليجي، شكلها إهليجي، شكلها يكون إهليجي. فوالا كيفاش يكون شكل الكرة الأرضية. على هذا الشيء تختلف أثقال الجسم الواحد على أماكن مختلفة على سطح الأرض،
يعني تختلف أثقال الجسم الواحد على أماكن مختلفة من سطح الأرض. مثال، نعطيك مثال، مثلا أنت مثال عندي جسم، جسم كتلة تاعو، جسم ها هو كتلته آم تساوي 1 كيلوغرام، 1 كيلوغرام. لاحظ، نجي الجسم هذا ونحطه مثلا على خط الاستواء، ها هو خط الاستواء، مثلا حطيته هنا في كوت ديفوار، يعني حطيته هنا على خط الاستواء. لهنا هذا الجسم اللي راهو محطوط على خط الاستواء، الثقل تاعو يكون بي يساوي ماذا؟ يساوي 9.71، 9.71 نيوتن. جيت حطيت نفس الجسم بجوار احد القطبين، يعني سواء في القطب هنا المتجمد الشمالي لو بول نور، ولا حطيته هنا في القطب المتجمد الجنوبي لو بول سود، نصيب الثقل تاعو بي يساوي 9.83، 9.83 نيوتن. اي لاحظ باللي يختلف الثقل. ها لماذا؟ لان هنا لا ربما يكون قريب مركز الارض، هنا ما يكونش قريب، مثلا كنت تحطه هنا ثاني يختلف، راهو بعيد على مركز الارض. هنا مثلا انك حطيته هنا راهو بعيد على مركز الارض، ماشي كيف كيف. اذا يختلف او تختلف اثقال الجسم الواحد من مكان الى اخر على سطح الارض، يعني وهذا يرجع الى بعدها او اقترابها من مركز الارض. وشدة الثقل هذه تقاس بماذا؟ بالربيعة بالدينامومتر، كنا شفناها في الدرس السابق، حيث تكون بي واش تساوي؟ بي تساوي كام، كام، كام. الكا هذا هو ثابت الجاذبية الأرضية، هذا الكا هو ثابت الجاذبية الأرضية، ثابت الجاذبية الأرضية. في المستقبل إن شاء الله رايح ما تديرش كا، رايح ترمز له بجي، نقراوه جي من ناحية البكالوريا، يقراوه جي اللي هو الجاذبية الأرضية، وبيان يسموها لا بيزونتور، وبيان لانتونسيتي دو لا بيزونتور. الوحدة تاعها هي نيوتن، نيوتن على الكيلوغرام. يعني من القدام نزيدوش نقولو كا ثابت، نقولو جي، هذه جي اللي هي لابيزونتور، وتساوي هي في الأغلب تساوي هكذا 10، أغلب أحيان نصيبها 10 نيوتن على الكيلوغرام. ها حيث كون نديرو جي، جي واش تساوي؟ جي تساوي بي على أم، بي على أم. دوك نشوفو هذا إن شاء الله في النشاط، في العمل المخباري، أي التجربة نورمالمون التجربة الأولى والتجربة الثانية في كتاب المدرسي، نروحو نشوفوه. الآن نروح إلى الصفحة 25 من الكتاب المدرسي، نحاول حل ندير تجارب تاع بطاقة تجريبية. نروح للتجربة الأولى. التجربة الأولى قلنا باستعمال الميزان قم بوزن كل جسم من الأجسام السابقة، وباستعمال الوحدات الدولية للمقادير المقاسة سجل النتائج في الجدول المرفق. يعني هذا الإنجاز ينجز في المخبر مع أساتذتك. نحاولوا احنا نحلوا هكا نظريا، بصح انتوما مع ولو كان نقولوا اللي حلوه في المخبر هكذا باش تزيد تفهم اكثر. علق في كل مره في الربيعه جسما من الاجسام السابقه، وقرا القيمه التي يشير اليها مؤشر الربيعه اي الدينامومتر، وباستعمال وحدات دوليه سجل نتائج في الجدول المرفق. لاحظ الجسم، ومن بعد عندي الوحدات بالكيلوغرام، 0.1، 0.2 كيلوغرام، 0.3 و 0.4. حيث في المخبر ما نستعملوش الكتل ثقيلة بزاف، تستعمل كتل صغيرة، تستعمل كتل ماذا؟ صغيرة، هذه بالكتلة لاماس بالكيلوغرام. القراءة على الرابعة كيفاش راح تكون؟ راح تكون 1 2 3 4. أي لو نجي نحسب النسبة هذه، مثلا
نقسم 1 على 0.1 واش يعطيني؟ نجو نقسمه مثلا دير 1 تقسيم 0.1 واش تعطينا؟ 10. عفوا اخطأت، اي 1 تقسيم 0.1 تعطيني 10. 2 تقسيم 0.2 واش تعطيني؟ 10. 3 تقسيم 0.3 تعطيني 3 تقسيم 0.3 تعطيني كيف 10. 4 تقسيم 0.4 واش تعطيني؟ تعطيني 10. لاحظ في كل الحالات والصوت، صوت 10 في كل الحالات، 10 10 10 10 وهكذا، حتى ولو تدير هنا 0.5 ودير 5 على 0.5 تصيب ثاني 10 وهكذا. إذن واش نلاحظ هنا؟ نلاحظ باللي هذه النسبة قلنا لاحظنا أن هذه النسبة كيفاش تكون؟ تكون لاحظ معايا تكون ثابتة. لاحظ في كل حالة أي نسبة تكون ثابتة، يعني بي على ام لو بوا على لا ماس أي ثقل على الكتلة يساوي ماذا؟ يساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام، على الكيلوغرام. متفاهمين؟ إذن ومن بعد واش طلبوا منا؟ قال لك هل كتلة الجسم أكبر أو أصغر أو تساوي قيمة ثقله؟ هذه رانا جاوبنا عليه، كيف هي النسبة بين الثقل الجسم وكتلته؟ ثابتة. حدد من الجدول السابق أقصى وأدنى قيمة للنسبة بين الثقل والكتلة ثم احسب القيمة المتوسطة. أقصى وأدنى قيمة هي 10 نيوتن على الكيلوغرام. استنتج مما سبق علاقة رياضية بسيطة تربط بين الثقل والكتلة. ثاني ايه هنا قال لك القيمة المتوسطة هاي وراها 10 زائد 10 على 2 تصيب 10، نفس الشيء تصيب 10 نيوتن على الكيلوغرام. العلاقة اللي نستنتجوها من هذه العلاقة الرياضية هي انه ماذا؟ بي على ام واش تساوي ك، وشكون هذا الك اللي قلنا قبيله؟ هو ثابت الجاذبية الأرضية، و بي كذلك تساوي ك في ام، أي هذه هي العلاقة الرياضية، حيث هذا الك هذا شكون هو؟ قلنا ثابت الجاذبية الأرضية، ثابت الجاذبية الجاذبية الأرضية. وقلنا نرمز له من فصاعدا بجي جي لا بيزونتور بجي، نرمز له بجي. زيدوا نشوفوا المثال، هذا مثال آخر حتى تفهم مليح، قال لك هنا هم عطاونا الاخرين بالكتلة بالجرام، طلبوا منا نحولوها للكيلوغرام. نجو نحولوا من الجرام للكيلوغرام، نعرفوا باللي واحد كيلوغرام واش يساوي؟ يساوي 1000 جرام، يساوي 1000 جرام. وثانيا نعرفوا باللي 1 جرام واش يساوي؟ يساوي 10^3 كيلوغرام، أي يساوي 0.001 كيلوغرام. صح، باش نحول. إذن الصفر يعطينا صفر، أي هذه واش تعطينا؟ تعطينا 1 2 3، يعني 0.05. هذه تعطينا، هذه 100، نحولوا 1 2 3 تعطينا 0.1، هذه تعطينا 0.2، وهذه 0.3، هذه 0.5. أنا قلنا قمنا بالتحويل من الجرام إلى الكيلوغرام.
بالنسبة للنيوتن كنقيس بالرابعة، نستعمل دينامومتر الرابعة، نصيبوا القيم هذه 0.5 1 2 3 و 5 نقسم يعني بي على ام، نقسم البي على ام واستطينا اي ثقل، هذا ثقل بي على الكتلة ام، واش راح تعطينا هنا؟ ما تعطينا والو، هنا غير معنية، هنا تعطينا 10 10 10 10 و10، ها هي كما شفنا في اللي جزت، يعني وكنا شفنا باللي العلاقة هي بي تساوي ام، قلنا نبداو نكتبو في جي، في جي حيث البي تكون بالنيوتن، الام تكون بالكيلوغرام، يعني اذا طاولك في تمرين بالجرام حولها للكيلوغرام، احذر يعطوها لك بالجرام حولها للكيلوغرام، يعطوها لك بالكيلو نيوتن هذه حولها للنيوتن، وبعد نشوفه في الامثله، وهذه باه بالنيوتن على الكيلوغرام، متفاهمين صح؟ لماذا بالنيوتن على الكيلوغرام؟ جي واش يساوي؟ جي يساوي بي على ماذا؟ على ام، بي على ام، البي باه راحي، البي مشي بالنيوتن وهذه مشي بالكيلوغرام، اذا الجي واش تساوي؟ هذه واش تساوي؟ تولي النيوتن على الكيلوغرام، او النيوتن في الكيلوغرام ناقص واحد، ناقص واحد هذه وهذه كيف كيف. مثال مثلا عندك تروسة، انتروس، انتروس تاعك حبيت تعرف شعال، شعال لاماس تاعها، لاماس الكتلة تاعها شعال، وعندك الثقل تاعها بي يساوي 2.5 نيوتن، 2.5 نيوتن، نعرفوا باللي بي، بي واش تساوي؟ تساوي ام مضروبة في جي، مضروبة في جي صح. إذن الام واش تساوي؟ الام واش تساوي؟ تساوي البي على جي، ومنه تساوي 2.5، وجي كنا صبناها شعال في التجارب باللي 10، إذن تساوي ماذا؟ تساوي 0.25 كيلوغرام، ها هي. حتى تضيف إلى معلوماتك أن جاذبية القمر تكون أقل من جاذبية الأرض بست مرات، تكون أقل بجاذبية الأرض بست مرات، يعني هذه يعني علاش الواحد كي يطلع فوق القمر لربما يحس روحو بجاذبية خفيفة، تشوفهم كما نشوفهم في الأشرطة يمشوا يعني بخفة، يعني فوق القمر الجاذبية تكون قليلة، لاحظ أنه رجل القمر هذا كي يطلع أو يقول أو سوبر جي مسون ليجي، يحس روحو خفيف، لأنه ماذا راه يمشي بخفة، مكاش جاذبية، يبدأ يصوت يبدأ كذا كما شفتو في الأشرطة. الآن نروح للتجربة الثانية، دائما في نفس الصفحة قال لك إليك البيان الذي يعطي ثقل بعض الأجسام بدلالة كتلتها، استنتج من البيان العلاقة بين ثقل الأجسام وكتلها، قال لك استعن بالبيان واكمل ما يلي، أعطاونا هادو نكملهم، روحوا شوفوا واش العلاقة، استنتاج العلاقة، يعني نستنتج العلاقة بين ثقل الأجسام وكتلها، يعني لهنا نشوفوا باللي بالنسبة إلى بي على أم أي 1 على 0.1 تكون هنا هاي العلاقة، و 2 على 0.2 راح تكون هنا هي، و 3 على 0.3 راح تكون هنا، هذا ورق مليمتري يعني موش باين مليح في الشكل، 5 موش لحق حتى 5، اي كون نجو نقول لك قال لك العلاقه اللي هي ماذا؟ هي بي على ام على الكتله، كي نديروهم
كنديروا 1 على 0.1 كما شفنا وتساوي 2 على 0.2 تساوي، وهكذا هكذا حتى نصيبها تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام، 10 نيوتن على الكيلوغرام. يعني النتيجة تكون نفسها مثل النتيجة اللي تحصلنا عليها في التجربة الأولى. وثاني نقدروا، كاين حاجة أخرى، نقدروا نحسبوا هذه النتيجة بمعرفة ميل المنحنى، يعني بحساب أي طنجونت الزاوية، طنجونت ألفا، استعملوا لا طنجونت لهنا على المحور الأفقي بحساب ثاني ظل زاوية الميل. دركم نشوفوا كيفاش نخدم. لاحظ الشكل اللي عندي اللي رسمته، لاحظ باللي راهو عندي هنا مثلث ABC قائم، قائم وين؟ قائم وين؟ في A، ها هو قائم في A، وهي أمامك الزاوية ألفا، صح. كيفاش نحسب هنا؟ نعرفوا باللي لا طونجونت، طونجونت ألفا واش تساوي؟ تساوي المقابل على المجاور، تساوي المقابل على المجاور، صح، تساوي المقابل على المجاور. يعني هنا وراه المقابل هو هذا أبي المقابل، وعندنا المجاور شكون هو؟ هو أسي اللي هو هذا المجاور، صح. إذا هنا واش تساوي لنا؟ مادام تساوي المقابل على المجاور، قلنا المقابل شكون؟ هو أبي، أبي، والمجاور شكون؟ هو أسي، فوالا. واش نجي ندير؟ لاحظ أ بي، أ بي إحداثيات تاعهم راهم على محور التراتيب، راهم على محور التراتيب. دايما نديرو البي ناقص أ، إحداثيات البي ناقص أ، انتبه معايا مليح، دايما ندير إحداثيات البي ناقص أ. إحداثيات البي شحال هما؟ 4. هاي بي إحداثيات تاعها على محور التراتيب هي ماذا؟ هي 4، لأن لاحظ أبي الأ هي 2، نجو نهبطو للمقام أ سي، أ سي، لاحظ لهنا إحداثيات تاع الأ راهي أكثر من إحداثيات تاع السي. يعني هنا نورمالمون نكتبو، هنا نكتبو يعني باش ما تغلطش، باش تكون نكتبو سي أ هكذا، يعني تولينا ماذا؟ 0.4، 0.4، دائما الإحداثيات كبيرة ناقص إحداثيات صغيرة، ناقص 0.2. واش نصيبوها تساوي؟ نصيبوها 2 على 0.2، ومنه واش نصيبو؟ نصيبو 10، أي طونجونت ألفا، طونجونت الزاوية ألفا، واش نصيبوها؟ نصيبوها 10، وهذا 10 واش هو؟ هو مقدار الجاذبية الأرضية. ومقدار الجاذبية الأرضية واش تمثل؟ تمثل ميل المستقيم. ماذا تمثل؟ تمثل ميل المستقيم. يعني نجو نعمرو هذا اللي هنا قال لك صون، نعمرو قال لك استعين بالبيان وأكمل من ما يلي. صون غرام، صون غرام واش هو هنا؟ كون نحولو هو زيرو فيرغول، دايما نحول للكيلوغرام، زيرو فيرغول كيلو، أن كيلوغرام. واش اللي مقابلها؟ مقابلها الواحد، ها واحد تو سامبلوم. هنا عندنا 3.5 نيوتن، 3.5 نيوتن، وين راهي؟ هاي وين راهي؟ ها يعني 3.5 نيوتن، عفوا عفوا نيوتن، ها وين راه 3.5 نيوتن؟ واش يقابلها؟ هاي تجي هكذا، هاي جاية، هاي جاية، هاي جاية، هاي جاية في الورق المليمتري ماغري موش باين مليح، تهبط هكذا حتى وين تلحق؟ تلحق لهنا، يعني 3.5 نيوتن. واش يقابلها؟ يقابلها نورمالمون 0.35، نورمالمون 0.35 كيلوغرام. نحولو للغرام باسكو راه معطيني الغرام هنا، دونك تولي لنا 350 غرام. هنا نديرو 350 غرام.
عطاونا 450 غرام لهنا، عطاونا 450 غرام، هذيك 450 غرام نحولوها للكيلوغرام، شحال تولي لنا؟ تولي لنا 0.45 غرام. 0.45 غرام وين راهي جايه؟ 0.45 هاي هنا في وسط هذا، ماهيش باينه مليح بصح راهي في الوسط هنا. كي نطلعوها من هنا طالعين بها، هنا طالعين حتى لهنا، اي حتى لهنا، هنا طالعين حتى لهنا. كي نديرو الاسقاط، هنا نديرو الاسقاط تاعنا، واش تعطينا؟ تعطينا ها هي وراهي، يعني 4.5 نيوتن. واش عطاتني؟ عطاتني 4.5 نيوتن. هذه تكتب هنا غرامه، وهذه تكتب نيوتن قدامها، نيوتن هذه 4.5 نيوتن، مفهوم؟ هاني كملت التجربه الثانيه. هكذا اعزائي التلاميذ نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، الى ان نلتقي ان شاء الله في الفيديو المقبل في الثقل، راح نحل بعض تمارين الكتاب المدرسي. نورمالمون نديرهم في جزئين ولا هكذا ان شاء الله. لذا اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.